اسمي طالب سيد سلطان المري من إمارات راس الخيمة من مدرسة شمل لتعليم الأساتي والثانوي. سوف أقوم بأسئلة أصدقائي ما هو سبب قراءتهم. لماذا تقرأ؟ لأتعلم. وأنت لماذا تقرأ؟ لتزيد معرفتي ولتحسن قراءتي. لماذا تقرأ؟ أقرأ لأتعلم وأتطور. لماذا تقرأ؟ لأتعلم، لأثري حصيلتي اللغوية، لأزيد من رصيد معلوماتي، ولأن القراءة هي مفتاح الثقافة. لماذا تقرأين؟ لأنني أحب القراءة. أقرأ لأن القراءة ممتعة، وأقرأ لكي أقرأ القرآن وأحفظ القرآن. وأنت لماذا تقرأ؟ لأتعلم. إن القراءة هي غذاء للعقل وهي مفيدة. وأنا أقرأ لكي أرفع من مستوى قراءتي في القراءة. وشكراً.